بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا النهارده في مؤتمر وحده امراض السكر كليه الطب بجامعه المنوفيه، وانا كان ليا محاضره عن استعمال المناظير في سواء في علاج الحالات زياده الوزن اللي هي الاوبيز اللي بنقول عليها، واللي طبعا ممكن ازاي نقدر تنفع ان احنا نعالج بيها المرضى بتوع السكر. نعم، المرضى بتوع السكر دول مش اي نوع. طبعا السكر زي ما كنا نعرف نوعين، في نوع اول نوع الثاني، ده السكر من النوع الثاني. لا، بالنسبه للعمليات الجراحيه بتاعه اللي بتستعمل في زياده الوزن والسمنه، كانت طبعا استعملت بنسبه عاليه وكان ليها نتائج جميله جدا في ان هي قللت السكر وقدروا يتحكموا في السكر، على الرغم من المرضى دول كانوا قبل كده ماشيين على الكثير من العلاجات سواء الاقراص او الحقن مع طبعا تنظيم الاكل. نعم، كانت السكر ما قدروش يتحكموا فيه. فبدخول العمليات بتاع تقليل الوزن ايا كان اللي هي السليف او غيرها او تحويل المسار، قدروا ان هم يتحكموا في مرض السكر في العينين اللي عندهم زياده في الوزن. وبناء عليه احنا طبعا بالمناظير بنقدر برضو نقلل الوزن باستعمال حالات مختلفه زي التركيب او انبوبه المعده مثلا. ففي بعض الكثير من الدراسات اثبتت ان احنا لما بتركب انبوبه المعده او البالونه بتاعه المعده بتقدر فعلا هتقلل الوزن، وعلى المدى برضو 6 شهور اللي هي البالونه موجوده فيها بتقلل نسبه السكر والضغط وما شابه ذلك. نعم، طبعا البالونه دي فيها مشكله، هي بالونات المعده بركبها كلها بتتركب بس لمده 6 شهور، بعد 6 شهور لازم نتدخل ونشيلها تاني عشان هي لو سابت اكتر من كده الجدار بتاعها ما يستحملش وممكن تبتدي ان هي السائل اللي جواها يطلع فلازم تتشال. نعم، برضه ممكن في حاجه، ممكن العيان بعد ما تشيل البالونه تركب له واحده تانيه لو هو لسه ما وصلش للوزن المثالي او ما قدرتش تتحكم مثلا السكر او الضغط بتاعه بالقدر الكافي، تقدر تركب له بالونه تانيه. وحاجة مهمة جدا، لازم العيان يركب البالونة ده يكون عنده قوة إرادة، ان هو لازم يمشي على نظام غذائي، ان هو يقلل الأكل بتاعه سواء الحاجات الدهنيات والسكريات بحيث يوصل للوزن المثالي، مش يعتمد ان هو يركب البالونة والقصة انتهت خلاص ياكل زي ما هو عايز. الكلام ده ما يبقاش مقبول، يعني لازم تركيب البالونات المعدة أو أي طريقة تانية نستعملها بالمنظار لتقليل الوزن، لازم احنا نقول نسميها تيم ورك، يعني احنا بتاع المناظير مع واحد بتاع النيوتريشن اللي هو التنظيم الغذائي، يبقى مع بعض احنا الاثنين عشان العيان يستفيد من العمليه او البالونات اللي هو ركبها ديت بحيث يوصل لوزنه المثالي ويقلل السكر بتاعه وينظمه ويقلل كذلك الضغط ويوصل للوضع الكافي. طبعا البالونات دي فيها ميزه عن العمليات برضو، العمليه زي ما بنقول العمليات الجراحيه ما فيهاش رجعه، يعني العيان خلاص مثلا العيان اللي هي تحويل المسار او اللي بيشيل جزء من المعده لو عمل هذا الكلام من الصعب ان احنا نرجع بيها تاني. بتحصل كتير ان العيان بعد ما يشال جزء من المعده الباقي بقى قليل جدا وبيعاني من قيء مستمر، العيان ده بيبقى حلوله صعبه، مش هترجع له الجزء اللي اترمى من المعده تاني. نعم، بالعكس مثلا لو احنا هنركب اي حاجه بالونه معده او هنضيق المعده باي سبل بالمنظار ممكن بسهوله تتدخل وترجع الوضع ده بسهوله، تشيل البالونه او تشيل الغرز اللي انت اخذتها داخل المعده عشان تقلل حجم المعده ويرجع المريض يمارس حياته تاني مفيش ادنى مشكله. فدي طبعا ما زالت موضوع المناظير مش محطوطه لسه في علاج السكر قوي او علاج الضغط او كده. نعم، ابتدت تبقى ابروفد او مستعمله من 2015، الاف دي الابروفال الامريكيه اللي هي منظمه الغذاء والدواء الامريكيه ابتدت قالت لك من 2015 ممكن تستعملوها في العينين عندهم زياده في الوزن، ونامل ان هي في القريب العاجل تخش زي العمليات الجراحيه في استعمالها في مرضى السكر اللي هم ما قدروش يتحكموا فيه وفي المرضى اللي عندهم زياده في الوزن. وشكرا جزيلا.